كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة ستقيم معرضا يؤرخ لجهود مصر في حربها على الإرهاب. وأضاف الرئيس السيسي أن التحديات التي تواجه الدولة كثيرة ولن تنتهي، ويجب أن نكون أكثر صلابة. مناسبة، احنا هنعمل مش بس الاحتفالية، احنا هنعمل معرض للحرب ديت. هنوريكم الحاجات اللي كانت موجودة، اللي بقيت يعني، بس مش قليل، ده كتير قوي قوي، من سلاح وذخائر وأجهزة اتصال وكل ما تعنيه معدات حرب. يعني الموضوع هناك ما كانش بسيط. الناس متعودة أنها تشوف الحرب اللي هي يعني يصوروا دبابات وطيارات بتضرب وبتاع زي الحروب التقليدية يعني، لكن الحرب دي كانت صدقوني أكثر شراسة، لأن العدو التقليدي أنت عارفه، بتشوفه وتقدر تتعامل معاه وجها لوجه، ده ما بتشوفوش، ده مستخبي وسطينا بلبسنا وحالنا يمكن، وبعدين يوم بخسة وجبن يهاجمك ويجري. وطبعا الناس بتبقى ما يعني موجوعة على ولادها وعلى مستقبل بلدها.